مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة لإعلان قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على ما يلي: أولاً، تعيين خريج الأكاديمية العسكرية المصرية دفعات 118 حربية، 75 بحرية، 91 جوية، 52 دفاع جوي، 4 من الحاصلين على المؤهلات العليا، 3 ضباط متخصصين، وخريجي الدفعة 53 من الكلية العسكرية التكنولوجية في رتبة الملازم تحت الاختبار، وخريجي الدفعة 61 فنية عسكرية في رتبة الملازم أول تحت الاختبار، والدفعة 4 من الحاصلين على الدراسات العليا في رتبة الرائد النقيب والملازم أول تحت الاختبار طبقا لدرجاتهم العلمية، وذلك اعتبارا من 30/6/2024. ثانيا، تعيين خريجي الدفعة 7 من كلية الطب بالقوات المسلحة في رتبة الملازم أول طبيب امتياز تحت الاختبار اعتبارا من 1/10/2024. كما صدق السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على تعيين الطالب يوسف أشرف عطف الكريم أحمد، والذي وافته المنية بعد اجتيازه اختبارات السنة النهائية بالكلية الحربية ضابطاً بالقوات المسلحة في رتبة الملازم اعتباراً من 30/6/2024. ثالثاً، منح أوائل الخريجين نقط الواجب العسكري من الطبقة الثانية تقديراً لأدائهم واجباتهم بتفان وإخلاص أثناء الدراسة. من الكلية الحربية ملازم تحت الاختبار أدهم عمرو أحمد همام، ملازم تحت الاختبار منصور أحمد منصور حسن، ملازم تحت الاختبار محمد صادق عبد الغني عمارة، ملازم صيدلي تحت الاختبار داليا محمد عوض محمد. من رئيسات التمريض ملازم تحت الاختبار ريهام عاطف علي الشاذلي. من دولة فلسطين ملازم تحت الاختبار أحمد علي إبراهيم ربيعة. من الكلية البحرية ملازم بحري تحت الاختبار عادل حاتم أحمد لبيب. من جمهورية تنزانيا ملازم بحري تحت الاختبار جاكسون لورنت كلاجو. من الكلية الجوية ملازم طيار تحت الاختبار أحمد رضا أحمد عبد الحميد، ملازم جوي تحت الاختبار أنس أحمد فؤاد موسى. من الكلية الفنية العسكرية ملازم أول تحت الاختبار عمر أحمد محمد عكا. من مملكة البحرين ملازم أول تحت الاختبار حمد سلمان عبد الله آل سنان.
من كلية الدفاع الجوي ملازم تحت الاختبار محمود أحمد عبد الفتاح أحمد. من كلية الطب بالقوات المسلحة ملازم أول طبيب امتياز تحت الاختبار أحمد شكري عيد عبد الغني. من الجمهورية اليمنية ملازم أول طبيب امتياز تحت الاختبار علي عبد الله حمود الجلال. من الكلية العسكرية التكنولوجية ملازم تحت الاختبار شادي محمد عبد المحسن قابل.